يا رجالة، هنكمل بقية الفاتيك. حاجة كده بسيطة اللي هي الإيثير. الإيثير رمز مهم جدا، CN H2N بلس 2 O. ده نفس الموليكولار وي الموليكولار فورمولا بتاع الألكحول برضه. طب ازاي بيتفرق ما بينهم في آخر ال اوكي عشان آسف تعب يا رب. اوكي ده نفس الكحول. هنعرف ازاي التسمية. الايثير ده عبارة عن او مرتبط بيها ار من هنا وار من هنا. طب اوكي، تسمية في نوعين، الكمن والايوباك. الكمن بنقول الكايل، الكايل ايثير. طب والايوباك بناخد دي كده كلها بنسميها الكوكسي. تمام، سميها الكوكسي. اوكي اهي. وبنقول يعني الكوكسي الكان بقى بعد يعني الناحية التانية. هنشوف بالأمثال دلوقتي، مثلا C2H5 أو C2H5. اوكي ده ممكن نسميه ايه؟ لو الكمن قلنا الكال الكايل ايثير، يعني داي ايثايل اي ثير. اوكي تمام. طب الايو باك ايه؟ الكوكسي دي ده ايه؟ يعني ناخد مثلا كل ده، ده ايه؟ ايثان. فبنقول اي ثوكسي. يعني ايه؟ يعني ايثان والاوكسي ده اللي هو الاكسجين. تمام، ايثوكسي ايثان. تمام. طيب مركب تاني سي اتش 3 او سي سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3. الكمن الكال الكايل ايثير، فنسمي ميثايل. ده الشكل ده احنا عارفينه تيرشري بيوتايل ايثير. الشكل ده مشهور اسمه تيرشري بيوتايل، وقلناه في اول فيديو خالص في التسمية. اوكي تمام. طب في حاجة برضو مهمة، مش لازم يبقى برضو الكان بس، يعني ممكن يبقى الكحول مثلا زي اتش سي اتش 2 او اتش سي اتش 2 او سي 2 اتش 5. اوكي برضو المنظر ده يعتبر ايثير. طب بيتسمى ايه؟ بيتسمى بس بالايوباك. هنسميه ده هنا كده ايثوكسي ايثوكسي، وده كده كله ايثانول ايثانول. يعني ده عنده تو فانكشنال جروب، الاو اللي هو الايثير والالكول. اوكي حاجه مهمه في الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الايثير، الايثير ادي او ار وادي ار، ده البولاريتي بتاعته بيبقى منظرها عامل كده. الزاويه اللي هنا 110 درجه، 110 درجه دي الزاويه اللي هنا. تمام حلو. طب ده بيقول ايه؟ هقول حاجه مثلا، ادي ده شكل الميه تقريبا. تمام، وده شكل الالكحول وده شكل الايثير. تمام، ففي تميز ما بين التلاته نقدر نفهم بينهم بالبويلنج بوينت. البويلنج بوينت بتاعت الميه اكبر من بتاعت الالكحول، والالكحول اكبر من بتاعت الايثير. طب ده بيلجأ لايه؟ للاتش بوندنج اللي هو الهيدروجين بوندنج، اللي هي الروابط الهيدروجينيه اللي موجوده. تمام، هنا الروابط الهيدروجينيه كتيره، هنا اقل شويه، هنا مفيش اصلا. يعني ده هنا بيغلى عند 100، ده تقريبا في الثمانينات وكده، ده بدرجه حراره الغرفه اصلا. يعني درجه الغرفه لو سبتوها ممكن تتبخر بعد شويه، و مش هتلاقيها اصلا لو سبتها كده في الجو. اوكي، فبيقول لك ان البوينج بوينت بتاعت الايثير اقل من الكحول، اقل من الميه. هي ليه طريقه تحضير واحده بس، ايه هي طريقه التحضير بتاعته واحده؟ هي معادله عامه بنقول ان الار او ان ايه لما بيتفاعل مع الار اكس الكايل هالايد هيديني الايثير. ممكن مثلا دي نقول ار اكس ار اكس وبيطلع ال ان اي اكس. بس ده ليه ميكانيزم معين اللي هو الاس ان 2، ده مهم جدا ناخد بالنا منه علشان هيقابلنا مشاكل. يعني ممكن التفاعل يمشي والتفاعل التاني ما يمشيش، يعني بنفس الالكايل لو مثلا حطينا الاكس دي هنا وجبنا الاو ان اي هنا ممكن التفاعل ما يمشيش. طب ليه؟ هنعرف دلوقتي ايه اللي بيحصل. ادي الار
O N A. لما بيجي يدخل التفاعل R O نيجاتيف تشارج اهو، بيجي بعدها ال N A بلس تخرج، تمام؟ تلاقي دي بتهاجم ال R X وبتعمله من بتهاجمه من هنا الناحية دي، بتعمل حاجة اسمها باك سايد اتاك. باك سايد اتاك اوكي، لازم ناخد نفس نقولها. فده بيزق الاكس تخرج بره، تروح تتفاعل مع الان ايه، فيدينا ان ايه اكس تمام، زائد الار او ار ما قلنا هنا داش مثلا حاجه زي كده اوكي تمام. يعني دايما الان ايه بيخرج بعد كده يسيب هنا نيجاتيف تشارج بعد كده بتهاجم اوكي. طب ليه الميكانيزم مهمه؟ يعني مثلا هناخد هنا ليها حاجات ممكن تعوقها زي ايه. مثلا لو هنا في سي اتش 3 اكس عموما زائد سي سي اتش 3 سي اتش 3 اوكي سي اتش 3 قلت هنا او ان اي، فده الاتش 3 كلها هتروح اصلا. هنا قلنا ان هي هتخرج وده هيروح يهاجم من الخلف كده ويطرد الاكس فيدينا ان اي اكس، زائد هيهاجم بقى كده من هنا فيدينا سي اتش 3 سي او سي اتش 3 وده الباقي كله بيتكتب. في بقى ملحوظه رخمه شويه او مش هي سهله انا بسيط، بيقول مثلا طب انا لو بدلت يعني مثلا خليتها سي اتش 3 او ان اي زائد سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي اتش 3 وهنا بي ار مثلا اوكي، لان هتخرج بعد كده ده هيهاجم من الخلف من هنا كده، هيجي يهاجم هنا هيلاقي في تزاحم في تزاحم هنا مش هيخليه يقدر يتفاعل، فمش هيتفاعل بسبب الاستريك فاكتور. استريك جاي في كادر استريك فاكتور اوكي تمام. ثانية واحدة بقى كده، ايه بقى ده معناه كده؟ مثلا انا جيت قلت انا عايز اكون التفاعل ده اللي بيكون الكلام ده كله اسمه ويليامسون اوكي. فجي هو قالك انا عايز اكون الايثير من ويليامسون، عايز ايثير معين شكله كده مثلا سي اتش 3 او سي او سي سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3 اوكي. جه مثلا وقال لك انا عايز اكون الايثير ده، طيب احنا في العاده بنحط الاو ان اي في ار والاكس الثانيه في ار اي اكس، فهنحط الاو ان اي ده فين؟ هحطها مع الالكايل اللي هيكون عنده ستريك فاكتور عشان اخلي ان الالكايل اللي عنده ستريك فاكتور ده يهاجم مش يتهاجم، لانه مش هينفع يتهاجم اصلا، مش هينفع حاجه تهاجمه تمام. مع ذلك مثلا يعني كذا مثال، يعني مثلا جه قال انا عايز ميثايل فينايل ايثير، عايز ادي الفينايل وادي الاو وادي الميثايل ايثير اللي هو ميزوكسي فينايل ميزوكسي فينايل اوكي. طب ده انا لما اجي احط الاو ان اي فين واحط الاكس فين؟ اكيد احط الاو ان اي مع حاله البنزين، حاله البنزين هي عندها ستريك فاكتور كفايه قوي يعني، فمش هينفع حاجه تروح تهاجمها، لا هي هتهاجم تمام، مش هينفع تعمل محدش يعرف يعمل مع البنزين باك سايد اتاك. الرياكشن هو برضه تفاعل واحد بس ليه ملحوظتين لازم نكون عارفينها، عارفين ان الرياكتيفيتي بتاعت الاتش اكس بالترتيب كده الاتش اي اكبر من الاتش بي ار اكبر من الاتش سي ال تمام، وكمان الاستابيليتي بتاعت السي بوزيتيف ايون بتاعت التيرشري كربون اكبر من السكندري كربون اكبر من البرايمري كربون اكبر من الميثايل اكبر من المي اكبر من الميثايل اوكي. بس يكون ده جاي كده بس خلاص اكبر من الميثايل تمام. طب ده هيفيدنا في ايه؟ في التفاعل، يعني في التفاعل هنفهم كويس. هو
هو بيقول ايه؟ ان الار او ار داش لما بيجي يهاجم الاتش اكس بيكون الكحول، واحنا ما خدناش رادي في الكحول زائد الار داش اكس. يعني الفكره مش دايما العالمين هو اللي بيخرج، او مش دايما العالمين هو اللي بيتفاعل مع الاكس، لا هنفهم ايه اللي بيتفاعل مع الاكس. هناخد مثال برضو نفس المثال سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي اتش 3 او سي اتش 3. هنا عند الاو في لون بير. اول حاجه بتحصل لما بيجي فعل اتش اكس، الاتش بروتون هو اللي بيهاجم، تمام؟ فبيكون لي كده سي اتش 3 سي سي اتش 3 سي اتش 3 او اتش سي اتش 3. كده بقى المجموعه دي، او بص المجموعه دي او المجموعه دي بقى جود ليفنج جروب، بقى جود ليفنج جروب، تمام؟ طب دي اللي هتخرج ولا دي اللي هتخرج؟ هنعمل الاثنين، هنقول دي مره تخرج ودي مره تخرج وهنفهم ايه الاصح. هنقول مثلا سي اتش 3 او اتش زائد سي اتش 3 سي سي اتش 3، هنا في بوزيتيف تشارج عند سي سي اتش 3، او سي اتش 3 هنا في بوزيتيف تشارج وهنا سي اتش 3 سي او اتش سي اتش 3 سي اتش 3. انا بقارن ما بين ده وده اللي هو السي اللي عليها بوزيتيف تشارج. احنا قلنا فوق ان التيرشري اكبر من السكندري، اكبر يعني الاستابيلتي بتاعته اكتر اكتر من الميثايل. طب حلو، ده الترش وده الميثايل، يبقى ده اللي يحصل ده ما يحصلش. طب انا كل تفاعل هشوف ايه اللي طلع ومش عارف ايه، لا انا هعمل مثلا بيلي كده، هنا السي دي هي اللي هينفع تخرج معاها الاو الاو اتش اللي هيجي عليها، قصدي البوزيتيف تشارج، هي دي اللي هيجي عليها البوزيتيف تشارج. دي ترش ولا سكندري؟ لا دي ترش، خلاص اكتب هنا مثلا ترش مصاص كده. طب ودي؟ لا دي برايمري، اوكي دي اصلا ميثايل، دي اقل حاجه. فخلاص يبقى انا اخرج البرايمري مع الالكحول، يبقى البرايمري هو اللي بيطلع الكحول، اوكي؟ لان ده اللي عنده البوزيتيف تشارج الاستابيلتي بتاعتها اعلى، فانا هخلي ده اللي عنده بوزيتيف تشارج، تمام؟ فالبوزيتيف تشارج دي بعد كده بتتفاعل مع الاكس وبتكون لي السي اكس، وبعد كده سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3. يعني انا الفكره كلها بشوف اشوف الاكس بتهاجم السي دي، بتهاجم السي اللي عندها الكربون ايون اعلى واحد، فاهم؟ ودي بتهاجم التاني، بس مش محتاج يعني مش محتاج تكتب الميكانيزم كده، بس انت تعرف الاكس هتهاجم ايه والاتش هتروح للاو مع انهي واحده، تمام؟ بس من اول بتاع ده اول خالص الفيديو قلنا ان الرمز بتاعها او بتاع ده CN H2N plus 2O الموليكولار فورمولا بتاعتها بيبقى شكلها كده. طب ما قلنا ده زي الكحول. طب مثلا انا لو جبت اي مثال، اي مثال قلت لك انا عندي جه مثلا في على حسب الشكل اللي هيجيبه لك، يعني مثلا هو لو كتب سي 3 اتش 8 او، ده ليه تلات يعني ليه حاجتين، لا اما الكحول لا اما ايثير، والكحول يعني بالايزومرز بتاعتها، يعني ممكن يبقى برايمري سكندري تيرشري اي حاجه مش مهم، تمام؟ طب بس لو هو كتب بالمنظر ده سي اتش سي 3 اتش 7 او اتش، ده كده معناه الكحول بس. طب انا هفترض اللي هو كتب كده، تمام؟ اوكي الرمز ده اعمل ايه؟ ادي سي سي سي، هنا مثلا في هنا او اتش، اوكي والباقي كله اتشات، تلاقي مثلا ده 3 2 و2 4 7 ودي 8 كده خلاص، اوكي. طب ما ممكن تبقى له اتش في النص سي او اتش، وادي هنا بقى اتشات. طب ممكن تبقى له اصلا في النص تبقى هنا او سي سي والباقي كله اتشات 3 و3 و2 8، اوكي. الفكره بقى، طب انا عايز افرق ما بينهم، افرق ما بينهم ازاي؟ حلو، ده بيتفاعل مع الان ايه والاتش بتخرج وتحط مكانه ان ايه، تمام؟ ده بيتاكسد وبيكون لي الدهايد وبعد كده كيتون، ان ده برايمري، تمام؟ تاني حاجه ده بيتفاعل مع السي يو 325 درجه وبيكون لي الدهايد، طيب تمام. ده بيتفاعل او بيعمل الفيكتور ماير، التيست بتاع الفيكتور ماير، وبيديني بلو، ده المفروض من الاربع احنا كنا عارفين. هنا
ما بيعملش الايودوفورم. طب ليه؟ المفروض هنا تبقى سي اتش 3، دي سي اتش 3 لا دي سي اتش 2، فمش هيعمل ايودوفورم. طب تعالى هنا هيتفاعل مع ال ان ايه ويت اكسد ويتفاعل مع السي يو 325 في ظرف 325 بتاع ده درجه، بس هنا السي يو الاثنين دول هيديني بتاع ده كيتو. هنا معلش انا اسف، الاكسده بيديني الدهايد بعد كده اسيد، السي يو 325 بيديني الدهايد. اوكي هنا هيديني كيتو حلو. طب فيكتور ماير هيديني بتاع ده هنا بلو، فيكتور ماير في السكندري بلو وفي البرايمري ريد. اوكي هيديني بلو. طب ده في الايزو فورم هيمشي. طب تعالى نشوف هنا، في هنا سي اتش 3 وفي هنا في سي اتش 3، مش مهم اي واحده فيهم بتتفاعل، يعني هيمشي ايودو فورم. تعالى بقى هنا، هنا ده ولا بيتفاعل مع ان ايه ولا بيتاكسد ولا بيتفاعل مع السيو ولا بيتفاعل ايودو فورم ولا بيعمل فيكتور ماير ولا بيعمل اي حاجه، كله ما بيتفاعلش. تمام ملوش غير تفاعل واحد بس اللي احنا خدناه اللي هو بيتفاعل مع الاتش اكس وبيكون الكحول و الكايل هالايد. بس كده يكون الاثير خلص، مش اسف بس يكون الكادر بس ما بقاش كل حاجه.